شكرا سعادة سفير فلسطين. أعطي الكلمة الآن لسعادة سفير الأردن يتلوها ثم أعقبه بكلمة رئاسة الاجتماع والتي أثق أنها ستكون معبرة عن رأي غالبية الإخوة المندوبين. تفضل سعادة السفير. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين. سعادة رئيس الجلسة السفير محمد عرفي مندوب جمهورية مصر العربية الشقيقة، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية. سعادة الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، أصحاب السعادة السفراء وممثلي الدول العربية الشقيقة، نجتمع اليوم في هذه الدورة غير العادية لأجل فلسطين وقضيتها العادلة وشعبها الشقيق، ولأجل القدس روح القضية الفلسطينية وريحانها في ظل ما تواجهه من تحديات وانتهاكات واعتداءات تستلزم وحدة الموقف وتعزيز الجهود وتكثيفها للوقوف في وجه تصرفات مدانة ومرفوضة تقوم بها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والتي لم تضع أي اعتبار لحرمة شهر رمضان المبارك والحقوق الفلسطينية الإنسانية والقانونية والدينية. إنما يشهده المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف من اقتحامات واعتداءات على هذا الرمز الديني بمكانته التاريخية والشرعية للأمتين العربية والإسلامية، واعتداءات من قبل شرطة الاحتلال على المتواجدين والمصلين فيه، تستلزم منا جميعا التحرك واستمرار بذل الجهود على مختلف الصعد لوقف هذا السلوك العدواني الغاشم الذي هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. إن المملكة الأردنية الهاشمية إذ تؤكد الإدانة الشديدة لهذا التصرف المرفوض والمدان والذي يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، لتشدد على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات التي من شأنها وقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير والتحذير من مغبته وتحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعاته التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم. بالتوازي مع ذلك، يرفض الأردن ويدين أي خطوات إسرائيلية من شأنها المساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، ويشدد على مطالبه الثابتة بضرورة الكف عن جميع الإجراءات المستهدفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها، ورفضه لأي محاولات للتقسيم الزماني والمكاني فيها والتي ستكون لها انعكاسات سلبية على أمن واستقرار المنطقة برمتها. والأردن مستمر في بذل كل الجهود لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومواصلة مشاريع الصيانة والإعمار في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها والتي يرعاها سيدي حضرة صاحب الجلالة الهاشمي الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، للحفاظ على هوية المدينة المقدسة وعروبتها وتثبيت صمود المقدسيين بها وحماية حقوق المسلمين والمسيحيين في ممارسة شعائرهم الدينية. أصحاب السعادة السفراء وممثلي الدول العربية الشقيقة، إننا إذ نحمل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية سلامة المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف والمصلين فيه، لنشدد أيضا على أن إسرائيل تتحمل مسؤولية التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يقوض الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة ومنع تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم. إن الأردن وبقيادته الهاشمية ممثلة بحضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله ورعاه، يعتز بوقوفه الراسخ والثابت إلى جانب الأشقاء في فلسطين الحبيبة، ونؤكد على المواقف الواضحة والمبدئية للمملكة في نصرة القضية الفلسطينية ومطالبة المجتمع الدولي بتلبية الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني
بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب مسؤولية المجتمع الدولي بتطبيق القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين المتخذة من مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة. إن الجهود المتواصلة لتحقيق السلم والأمن في المنطقة والعالم لا يمكن لها أن تحقق ثمارها طالما تستمر هذه الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية التي تقوض فرص السلام. ولذا نعيد التأكيد على أن الحفاظ على فرص السلام على أساس حل الدولتين يتطلب وقف كل الانتهاكات الإسرائيلية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة. والأردن اليوم مستمر وثابت في دوره ومواقفه وجهوده الموصولة إلى جانب أشقائه العرب على المستوى الدولي والإقليمي ومع الشركاء الدوليين المؤمنين بعدالة قضية فلسطين وحقوق شعبها الشقيق، والحرص على إدانة ومنع تكرار كل ما من شأنه عرقلة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل، والذي لا سبيل له سوى إنهاء الاحتلال وحل الدولتين ووقف جميع الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض كل جهد صادق ومبذول ينهي الاحتلال غير القانوني لأرض دولة فلسطين ويحقق المستقبل الآمن والمستقر لشعوبها ولشعوب المنطقة أجمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.